يعني اشتغل لله واشتغل هذا اخي تصرف من الرضاعه. الخيول العربيه وتنميتها في الريف المحاصر والتشجيع على تربيه الخيول العربيه الاصيله وتكوين كادر من اجل تاهيلها في كافه المجالات. كانت فكره عنا هي انطلاق جمعيه الاصاله للخيول العربيه من اجل الحفاظ على هذا الإرث التاريخي. نحن هون عندنا بالريف حوالي 200 رأس من الخيول العربية الأصيلة والتي تعاني كما يعاني الإنسان بسبب الحصار الخانق من الجوع. كان في عندنا نحن هون عدد رؤوس أكبر من هذا الرقم، يعني أكثر من 200 رأس. بسبب غلاء أسعار الأعلاف أدى إلى هجران المربين لخيولها وتركها وبيعها بأسعار زهيدة. اليوم شو كان اشتغل؟